السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في فيديو جديد. وإحنا شغالين كورس الـ AZ700 تحديدا في الـ Azure Traffic Manager. كنا بنشتغل على الويب أبلكيشن، وتقريبا اشتغلنا على أكثر من Routing Method بحيث إن إحنا كنا نوزع الترافيك ما بين الـ 2 أو الـ 3 أبلكيشن اللي إحنا عملناهم. وكان في سؤال إزاي قدرنا نعدل في الكونتنت الخاصة بالويب أبلكيشن بعد ما عملناه أو بعد ما عملنا له كرييشن، ازاي بقدر اعدل او ارفع الفايلات بتاعتي لو انا عندي مثلا ابلكيشن فعليا عندي على اللوكال ماشين، ازاي اقدر اعمل له ابلود، ازاي اقدر اعدل في بنيه الويب ابلكيشن دوكيمنت. فخلونا مع بعض نشوف الطريقه كده سريعا. لو رحنا على البورتال ودخلنا مع بعض علشان نكرييت ويب ابلكيشن فروم سكراتش كده، هيبدا يسالني على الريسورس جروب بتاعتي. فالشرط هدي له نيم، خلينا نقول مثلا my test app. طيب في حد واخده، يبقى نعدل مثلا 002. برضو في حد واخده، طيب 20. اوكي، هنا هيسألني هتببلش بالكود ولا بالكونتينر. هببلش بالكود. طيب هل تستخدم اي بلاتفورم من ديت؟ خلينا مثلا نقول هنشتغل بي اتش بي، او خلينا نشتغل المره دي دوت نت. هي مش تفرق معانا، هي الطريقه واحده. نحطه فين؟ هحطه والله في خلينا نحطه في اليابان المره دي. على اعتبار ان الريسورس جروب اللي انا اخترته في اليابان يا شباب. اوكي، هروح على ديبلويمنت ومنها على طول على نتوركينج. انا بس حابب ان انا اقفل المونيتورنج يا شباب علشان بياخد كوست عالي واحنا مش محتاجينه. هقول له لا مش محتاج انا مونيتورنج، واقول له كرييت. هنتظر ثواني لحين الانتهاء من عمليه انشاء الويب ابلكيشن بتاعي. تمام، انتهينا من عمليه انشاء الويب ابلكيشن بتاعي. لو رحنا كده ببساطة شديدة جدا عشان نعمل له براوز، ألاقي هنا ما عنديش مشاكل، والجملة الشهيرة Your web application is running and waiting for content. طيب أديله إزاي بقى الكونتنت أو المحتوى؟ هو ده كان السؤال والاستفسار. حقيقة عندك أكتر من طريقة، أسهل واحدة فيهم انه تشتغل على الايديتور اللي من جوه البورتال او من جوه الويب ابلكيشن اوبشنز اللي عندك على البورتال. منين؟ من وانت واقف هنا على طول سريعا هتنتقل على الخيار اللي اسمه الاب سيرفيس ايديتور. ده يعني ابسط حاجه ممكن تعدل عليها في المحتوى بتاعك لو انت بتكتب كود، او لو انت عندك تعديلات بسيطه، او لو الويب ابلكيشن بتاعك ويب ابلكيشن بسيط. ورحنا كده مع بعض فتحناه، هيبدأ يفتح لي المحرر او الايديتور الخاص بالصفحه او الابلكيشن اللي انا واقف عليه ده. وهنا التحرير يا شباب لحظي على طول، يعني اول ما بتعدل بيأوتو سيف على طول. خلينا نعدل مع بعض على الصفحه ديت اللي هي الاندكس الخاصه بالويب ابلكيشن بتاعنا او الصفحه الرئيسيه الخاصه بيه. هنلاقي هنا هو قايل لي الجمله ديت يور ويب ابلكيشن رانينج، فهبدا ممكن ان انا اغير فيها. خلونا مع بعض نروح اهي، ادي الجمله اهي. انا ممكن امسحها خالص واكتب اي حاجه من عندي، مثلا اقول الجمله برضو الشهيره كانوا بيعلموهالنا زمان في الكورسات البرمجه. طبعا انا ما بكتبش كود بقالي فتره كبيره جدا، اخر عهدي بالكود هو الفيجوال بيزك 6، يعني الكلام ده تقريبا من حاجه 20 سنه اللي هي هلو وورد تقريبا. لو رحنا كده عملنا ريفرش للصفحه، الاقي ان انا قدرت اعدل في النص. نفس الكونسبت هقدر اعدل في البنيه او المحتوى الخاص بالويب ابلكيشن بتاعي. لكن دي طريقه برضو يعني بسيطه جدا ومش هتديني اوبشنات كتير، يعني مش هتديني خيارات كتير، ولا هتديني ان انا اقدر فعليا ان انا اري ديزاين الويب ابلكيشن بتاعي. طيب لو انا عندي بقى ابلكيشن جاهز انا مصممه، او طلبت تصميمه من حد وبعته لي كملف مضغوط، او بعته لي على لينك وشامل بقى صفحاته
الصور بتاعته واللينكات اللي موجوده فيه، خلاص استلمته فعليا وعاوز ارفعه. فبالتالي هنا في الطريقه الثانيه باستخدام اي اداه من ادوات رفع الملفات، واللي اشهرهم تقريبا فايلزيلا. خلينا نقول فايل، نروح نعمل له داونلود مع بعض كده، وهقول له لو سمحت انا محتاج اهم نسخه الفري، عادي جدا مش محتاج اي حاجه يعني، نسخه الفري كافيه ووافيه. هو حملها لي، هروح ارن على طول ليها، نقفل ده، ده برضو مش محتاجينه، ونبدأ نعمل انستول للتول اللي اسمها فايلزيلا. ممكن تشتغل بأي تول ولكن دي اسهلهم يعني اعتقد. لا هو هنا مش ماشي، طيب تمام انتهينا. طيب تمام، هنا علشان ادخل على محتوى الويب ابلكيشن بتاعي انا لازم يكون معايا بيانات الدخول، علشان استطيع ان انا اضيف واحذف منه واعدل عليه لازم يكون عندي صلاحيه وصول او بيانات الدخول. بيانات الدخول هجيبها منين؟ هجيبها من الويب ابلكيشن اللي من جهه اجر. منين؟ من هنا على طول اروح الديبلويمنت سنتر علشان احصل على البيانات اللي انا محتاجها. هلاقي هنا البيانات، هو بيسالني انت حضرتك عايز تشتغل على ايه؟ ممكن ان انت بالجيت هاب مثلا، لو عندك حاجه على جيت هاب فتختار الجيت هاب، فبتعمل لوجن وبتبدا ترفع الملفات من الجيت هاب، او لو محتاج اي يعني عندك اي طريقه تانية لو انت بتكتب كود، ولو مثلا شغال على الفيجوال ستوديو فبالتالي برضو بتدخل على البورتال بالكريدنشال بتاعتك وبتبدا ان انت تتصل بالويب ابلكيشن بتاعك وتبدا ان انت ترفع الملفات عليه. لكن احنا الحقيقه هنشتغل على التول اللي هي الاف تي بي، فبالتالي احنا مش محتاجين ده، احنا محتاجين الاف تي بي كريدنشال. فهنا اول ما بقول له اديني الاف تي بي كريدنشال بيطلع لي الاند بوينت الهوست وبيطلع لي اليوزر نيم والباسورد، وهي دي فعليا اللي انا محتاجها. فبالتالي انا هاخدها هنا كوبي واروح احطها على التول بتاعتي اللي هي الفايلزيلا، وهروح اخد اليوزر نيم واديله كمان البيانات هنا، واروح اخد الباسورد واديله هنا الباسورد. البورد الخاص بالاف تي بي هو 21، ممكن احطه وممكن يعني اخليه فاضي ما عنديش مشكله، واقول له كونكت هيبدا يتصل بالهوست بتاعي. هنا هيقول لي ان تي ال اس الفيرجن بتاعها كذا، وتقريبا يعني علشان شهاده الامان وكده، فبالتالي هقول له اوكي ما عنديش مشاكل في الكلام ده. هيروح يكونكت، ولكن هنا هيقول لي انه السيرفر رافض يتصل. طيب ليه السيرفر رافض يتصل؟ لانه احنا لازم نفتح او نسمح بعمليه الاتصال ديت من جوه الويب ابلكيشن بتاعنا. منين؟ من هنا من الكونفجريشن خاص بالويب ابلكيشن. اروح على طول على الكونفجريشن، لان هي باي ديفولت يا شباب مقفوله، هي اول ما بتخلص عمليه الكرييت الويب ابلكيشن مش بتبقى مفتوحه، بتبقى مقفوله. لو رحنا كده هنلاقي هنا انه الاف تي بي مقفوله اهو، فهقول له لو سمحت افتح لي الاف تي بي انا محتاج ادخل بيه. فهيقول لي طيب انت عشان تفتح الاف تي بي لازم تفتح الاس سي ام اللي هي سكيورتي كونفيجريشن مانجر، اختصار سكيورتي كونفيجريشن مانجر، وده سيستم او سكيورتي سيستم بيبقى عباره عن ايه اختصارا، لان هو يعني حاجه في السكيورتي كده متخصصه قوي، ولكن هو اختصارا بيسمح او بيتاكد من المينيمم سكيورتي للوجهه اللي انت جاي منها او للمكان اللي انت جاي منه. يعني بيروح انت دلوقتي هتدخل ترفع ملفات، فبالتالي هتدخل باستخدام التول اللي هي الفايلزيلا أو, او او اي تول اف تي بي. فهنا عشان يسمح لي بان هو ان انا اوصل فلازم هنا يكون الاس سي ام او سكيورتي كومبريشن مانجمنت معمول لها اون، علشان يبدا يتحقق من الحد الادنى من السكيورتي او من متطلبات الامان. خلاص
ده باختصار شديد جدا، فلازم افتحها كده واقول له ايه اوبن. بعد كده مفضل ريكومندد ان انت تقول له اول الاو، سواء جايه من اف تي بي او اف تي بي اس، علشان رساله التحذير بتاع الشهاده اللي طلعها لي في البدايه. خلاص، واعمل له سيف، انتظر لحين ان اتاكد لي تماما انه الكونفيجريشن الجديده اتعمل لها ابديت اهو. هنا لو رجعت للتول بتاعتي وقلت له كونكت او ريكونكت، هيبدا يعمل كونكشن ويبدا يوصلني بالويب ابلكيشن فايل بدون اي مشاكل. بيعمل لوجن اهو، فتح لي الفولدرات والملفات اللي موجوده على الويب ابلكيشن بتاعي. طيب ادي اول خطوه قدرنا ان احنا نوصل لجوه المحتوى الخاص بالويب ابلكيشن. تاني خطوه هبدا ارفع الملفات اللي موجوده عندي على اللوكال ماشين، اللي هي عباره عن الابلكيشن بتاعي اللي انا عامل له ديزاين، او اللي انا يعني كلفت شركه ان هي تصممه لي وبعتته لي على الميل او على لينك معين، او يعني على ملف مضغوط، او ان احنا نستخدم حتى التمبلت الجاهزه. خلونا مع بعض نروح نجيب اي تمبلت كده ظريفه مع بعض ونعمل لها داونلود ونرفع الملفات بتاعتها. لو قلت له فري ويب تمبلت هيبدا يطلع لي هيبدا هنا يطلع لي كتير من المواقع. بلاش ويكس يا شباب عشان ويكس صهيوني. لو رحنا مثلا للويب سايت ده، لو نزلنا كده اخترنا اي تمبلت ثانيه، لو رحنا مثلا على خلينا مثلا اوكي، لو روحنا مثلا على الشكل ده مثلا كده قلنا له هنعمل داونلود، هيبدا ينزل لي الملف. هنروح على طول مع بعض كده نفك الضغط من عليه. هو اسمه ايه؟ اسمه بوكسر. طيب لو روحنا بقى للاداه بتاعتنا كده ونروح نحدد مكانه هو في الداونلود، ننزل كده على الداونلود الليفت سايد ده يا شباب، الجزء اليسار ده اللوكال ماشين عندي، بينما الجزء اليمين الرايت سايد ده المحتوى الملفات الموجوده على الويب ابلكيشن الكلاود ويب ابلكيشن. تمام، يبقى كده هنروح على المكان اللي احنا نزلنا عليه التمبلت اللي احنا هنستخدمها اللي هي الداونلود. لو دخلنا جواها ورحنا على الويب سايت بتاعنا اهو، استعرضنا الملفات بتاعته. تاني خطوة ان احنا هناخد الملفات دي كده كوبي كلها على بعضها ونحطها فين يا شباب؟ في الجزء ده، ولكن مش في اي مكان. هنختار الفولدر اللي اسمه سايت ونفتحه، او اسهل لك ان انت تروح تعمل تحديد على الريموت سايت من هنا من فوق، تقول له انا محتاج الروت، هيبدأ يحولك على الروت. تبدأ تاخد الملفات و تحطها كده دراج دروب، تنتظر لحين ما ينتهي من عملية رفع الملفات ديت. هي عبارة عن تقريبا حاجة و30 ملف، هيبدأ يرفعهم كده ويبدأ يطلع لك كمان مسج انه انا خلاص رفعنا الملفات او تم رفع الملفات بنجاح. هتفهم بعد كده انه خلاص انت امورك كده مشيت. لو رحت عملت براوز للويب ابلكيشن هتلاقيه بالديزاين الجديد او بالملفات اللي انت رفعتها له. هنشوف الكلام ده مع بعض بعد ما ينتهي. هو هنا تقريبا خلاص فاضل له 18 17، يعني ويب سايت لذيذ وخفيف، ما حبيناش ان احنا نرفع اي حاجه تقيله. طيب في طرق ثانيه؟ في طرق ثانيه ان انت ترفع بيها ملفاتك. في طرق كمان كنا اشتغلنا على حاجه تقريبا بس ما شرحناهاش، ان انت تحط الملفات دي على اجر ستورج وبعد كده تدخل على الويب ابلكيشن تشاور عليها من جهه البورتال. في كمان اشهر طريقه اللي هي لو هتستخدم الفيجوال ستوديو، تمام؟ ولكن الجماعه البروجرامر والديفلوبر عارفين الكلام ده، ولكن احنا بنتكلم بشكل عام علشان بس ننشر معلومه للناس وعلشان نجاوب على الاستفسار بتاعنا. طيب احنا هنا انتهينا تماما من رفع الملفات بتاعتنا اللي موجوده عندي على اللوكال ماشين، حطيناها جوه الويب ابلكيشن فايل او السايت بتاعنا، ورحنا كده عملنا F5. من المفترض ان هو يوديني على الموقع او التطبيق بتاعي اللي انا اخترته او اللي احنا اخترناه مع بعض اهو. زي ما احنا شايفين اهو شغال دون اي مشاكل، كل القوائم شغاله، نقدر نصفح وننتقل، ما عندناش اي مشاكل في الكلام ده.
نتمنى يكون الفيديو فيه إفادة وقدرنا فعليا إن احنا نجاوب على الاستفسار اللي جانا. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.